في روسيا وفي جبل من جبالها، هذه الأم تعلم ابنها تحمل المسؤولية. إنها تعلم أنها فترة تعلم مرة، ولكنها فترة لا بد منها حتى يكون أقوى. في هذه الجبال والغابات المخيفة، الجدار الآمن هو الأم، لكنها تعرف جيدا بأنها جدار مؤقت، وسيزول هذا الجدار، ثم يجابه الابن الحياة بنفسه. إنها تعلمه أن الحياة ليست لطيفة دائما كما نرسمها في مخيلاتنا، فلكي تنال النصر لا بد من الصبر، ولكي تنال الفرج لا بد من الكرب، ولكي تنال اليسر فلا بد من العسر. لا بد أن نسقط ونتألم، ولكن خلف هذا الألم قوة، وخلف هذا السقوط بدايات جديدة. إنها تعلمه أن النجاح هو الانتقال من فشل إلى فشل دون أن نفقد الأمل، ولا يمكن أن نصل للأعلى دون أن نمر بمحطات التعب والفشل، وصاحب الإرادة القوية لا يطيل الوقوف. إنها تعلمنا أن نرافق أبناءنا لأعمالنا، لأنهم سيتعلمون الكثير من معاني الصبر والقوة والتحمل في الحياة. تذكر أنك إذا أردت أن يكون ابنك أتعس إنسان في العالم، فأعطه كل ما يريد، لا تحمله واجباته، افعلها عنه دائما. وإذا كنت تحمل طفلك الذي يستطيع المشي، فأنت تصنع منه معاقا، لأنك عندما تحمل هذا الطفل فإنك تسرق منه تجارب الحياة، التجارب التي يجب أن يمر بها. وإذا كنت تطعم طفلك الذي يستطيع أن يأكل لوحده، فأنت تصنع منه معاقا. وإذا كنت تتحدث عن طفلك الذي يستطيع التحدث، فأنت تصنع منه معاقا. ثقوا بأولادكم، فإنهم يفهمون أكثر مما تظنون، وأطلقوهم، فإن أجنحتهم أقوى مما تتخيلون. قد يتعثرون في البداية، ولكنهم سرعان ما ينطلقون.